نروح دلوقتي مع تليفون مهم مع الأستاذ محمود درويش الصحفي بموقع فيتو. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. تحياتي لكابتن أسامة وبرنامج الأشبال، من أفضل البرامج اللي بتتابع وبتغطي أخبار الناشئين في مصر. وحضرتك مختص بالناشئين، قول لنا رأيك في قرعة دوري الجمهورية للشباب والناشئين. في البداية كابتن أسامة، اتحاد الكرة أجرى قرعة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب. مسابقات 2001 و2003 و2006 ستقام من دور واحد. السبب الرئيسي منتخبات، بسبب ارتباطات المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين. طبعا زي ما حضرتك عارف بقى في تجمعات في وسط الموسم في اكثر من معسكر، فده طبعا بيأثر على جدول وسير البطولات، فاتحاد الكره لجأ ان البطوله تقام من دور واحد. وده انا شايفه انه قرار سليم طبعا عشان خاطر انتظام المسابقه، وان المسابقه تخلص باسرع من مكان يعني. الحاجه بس السؤال يا استاذ محمود، هل النهارده مفيش مدير فني للاتحاد المصري علشان يتم التنسيق؟ التنسيق تم ازاي مع المديرين الفنيين للمنتخبات؟ اتحاد الكوره ممكن يكون استجمع راي المدربين المنتخبات، ممكن يكون اخذ راي من المدربين المنتخبات، منتخب الناشئين او منتخب الشباب في هذا الامر. وطبعا ده المفروض ان يبقى فيه مدير فني لاتحاد الكوره كان يختص يشوف القطاعات الناشئين مثلا، يعني رؤساء قطاعات الناشئين في الانديه المشاركه. ممكن يكون الدكتور جمال محمد علي هو اللي تم التنسيق معاه مع المديرين الفنيين للمنتخبات، وهو اللي وضع الاليه دي. هو اتحاد الكرة اصلا، لو حضرتك طبعا حضرتك متابع مسابقات الناشئين، الموسم قبل الماضي كانت تقام من دور واحد. حقيقة. الموسم الماضي رجعت للدورين. طبعا بسبب ان طبعا عشان خاطر المسابقات تخلص بدري ويدوا فرصه للاولاد، عشان طبعا امتحانات نصف العام وامتحانات اخر العام، وطبعا بسبب ارتباطات المنتخب. يعني انا شايف ان ارتباطات المنتخب هي كلمه السر في مسابقات 2001 و2003 و2006، هم عملوهم من دور واحد فقط. تمام. وطبعا هم هيعملوا كمان حاجه برضو كويسه في المسابقات دي، ان ممكن يلجأوا بعد كده للتصفيه النهائيه، ممكن تلعب برضو من دور واحد. يعني طبعا ده متوقف على اللائحه اللي اتحاد الكوره هيبعتها للانديه خلال الساعات المقبله. تمام. مسابقه 2001 يا كابتن اسامه السنه دي شهدت وجود 20 فريقا. في انديه من الدوري الممتاز لم تشارك، على راسهم الداخليه وسيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا حصل على حق رعايه فريق بيروت بالقسم الثاني، فهيشارك بفريق 2001 في هذه المسابقه. وده طبعا انا شايف انه قرار مهم جدا، ان بيدي دافع وبيدي فرصه للاعبين ان هم يظهروا باكبر، ان هم يعطوا اكتر. في القسم الثاني شارك من القسم الثاني في مسابقه 2001 فرق الجونه والمقصه اللي هم هبطوا حديثا من الدوري الممتاز، والقناه وفريق زد. مسابقه 2003 كابتن اسامه شارك فيها 20 فريقا، بواقع 18 نادي من انديه الدوري الممتاز بالاضافه لناديين من القسم الثاني وهما زد وبتروجيت. كويس. مسابقه مواليد 2005 هتلاقي موجود فيها 18 نادي اعتذر من انديه الممتاز، نادي الداخليه ونادي اسوان ونادي حرس الحدود، الانديه الصاعده حديثا للدوري الممتاز. فيما شارك من القسم الثاني زد وبتروجيت ووادي دجله. وتقام مسابقه 2005 من دورين، طبعا ما فيش ارتباطات ولا وجود منتخب لهذه المواليد. مواليد 2006 طبعا لها منتخب الناشئين اللي بيقوده الكابتن محمد وهبه، هتكون مشارك فيها 16 نادي، ولم تشهد هذه المسابقه وجود فرق زي الجيش. طبعا الجيش هو الجيش ما عندوش فريق 2006، وفريق بيراميدز وفريق الاتحاد السكندري وفريق اسوان وفريق الداخليه. بينما شارك من القسم الثاني فرق وادي دجله والانتاج الحربي وزد. في مسابقه 2007 طبعا هتقام من دورين اثنين، يشارك فيها 18 نادي. من انديه القسم الثاني شارك فريق وادي دجله وفريق زد بدلا من المصري البورسعيدي وحرس الحدود. ولو اتنقلنا لمسابقه 2008 برضه هنلاقيها 16 نادي هتلعب من دورين اثنين، شارك من انديه القسم الثاني القناه وزد والجونه ووادي دجله، فيما لم تشارك من انديه الدوري الممتاز الداخليه وطلائع الجيش وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري والمقاولون العرب. طبعا يا كابتن اسامه، مسابقات الناشئين المفروض الهدف الاساسي منها ان هي تخرج لعيبه. وخلي بالك يا استاذ محمود، دلوقتي النهارده لما يكون النادي بيشارك
في حوالي 7 أو 8 مسابقات دوري جمهوريه، وانت عارف التنقلات والاقامات والكلام ده تكون تكلفه كبيره. فالنهارده النادي اللي بيعتذر فرصه ان نادي في القسم الثاني يدخل، والنهارده احنا بنوسع قاعده الناشئين، فانا شايفه ده من القرارات الجيده برضه. طبعا طبعا انا فعلا دايما القسم الثاني كانت حريصه ان هي تشارك، زي طبعا زيد والجونه والقناه وبتروجيت، لان عندهم قطاعات ناشئين على اعلى مستوى وبتنافس، وان هم قدروا السنه اللي فاتت اصلا اكتر من فريق ان هو يثبت نفسه في مسابقات دوري الجمهوريه. يعني فريق وادي دجله في 2005 السنه اللي فاتت كان الثاني بعد الاتحاد السكندري، وادي دجله بيلعب في القسم الثاني، ده طبعا ده حاجه مميزه. فريق زد برده كان بينافس وكان موجود في المربع الذهبي في 2006، طبعا دي حاجه جميله ان يبقى في منافسه ما بين انديه القسم الثاني مع انديه الممتاز، ده طبعا بيفرز لعيبه كويسه جدا لمنتخبات مصر، طبعا الاساس منتخبات مصر، والانديه طبعا في الدرجه الاولى، سواء في يعني الاهلي اكثر مستفيدين من ولاده في الناشئين مع الفريق الاول، وده اللي شفناه في مباراه الدوري الممتاز في الفتره الاخيره، واكثر من نادي، مش الاهلي بقى، مش الاهلي فقط. حقيقة. الموضوع الثاني اللي عايز اكلمك فيه يا استاذ محمود، دلوقتي اتحاد الكره دلوقتي اصدر قرار ان مواليد 2007 و2008 اي لاعب هيلعب في المسابقتين دول لازم يتم عمل اشعه للرزغ علشان نعرف اللعيبه المسننه. رايك وازاي هيتم اداره الموضوع ده؟ عمل اشعه وقرار اتحاد الكوره انا شايف انه قرار حكيم جدا، وبدايه الطريق نحو اصلاح يعني منظومه الناشئين في هذه الجزئيه. طبعا بيبقى في لعيبه للاسف تلاقي لاعب مزور، لاعب مسنن، تلاقيه بيلعب بياخد مكان لاعب موهوب، ده طبعا بيقضي على اجيال. احنا قبل كده عانينا كمنتخبات، يعني منتخب على سبيل المثال لو نرجع للوراء شويه، منتخب 94 مع كابتن محمد عمر، وجدنا 14 لاعب، اكثر من 14 لاعب سنه غير حقيقي، ودي كانت كارثه. يعني انت اللاعب يعمل معسكرات وبتصرف عليه، وفي الاخر تيجي تعمل اشعه قبل البطوله، يطلع الفريق كله اغلبيه الفريق مسنن او مزور. الاليه ازاي بقى؟ اليه العمل الاشعه، هل هيكون في مكان محدد من قبل مثلا المنطقه واتحاد الكوره؟ هيكون في مركز مخصص؟ في متابعه من المناطق؟ احكي لنا برضو الاليه ازاي. اتحاد الكوره اخطر المناطق ان عشان تبلغ الانديه التابعه ان هيتم عمل الاشعه في مركز متخصص في مدينه نصر، طبعا بدون ذكر اسماء طبعا عشان الاعلانات او من هذا القبيل. المركز المتخصص ده اللي انا عرفته على حد معلوماتي ان اللاعب تكلفه اللاعب هتكون اشعه اللاعب الواحد 2000 جنيه، اتحاد الكوره قدر ان هو تبقى تكلفه اللاعب 1600 جنيه، فكده التكلفه ستكون على الانديه للفريقين يعني الى تقترب من 100,000 جنيه. دي بدايه الايه التكلفه. اتحاد الكوره قال ان كل نادي هيكون بعمل الاشعه هيكون متواجد مع مندوب من الفرع التابع له. طبعا وجود مندوب من الفرع ده شيء جميل جدا، وكمان انا افضل كمان ان يكون حد من اللجنه الطبيه من اتحاد الكوره يتابع هذا الموقف. طبعا ده موضوع مهم جدا، دي قصه لو تمت بالشكل السليم هنقضي على ظاهره خطيره جدا بتهدد الكوره المصريه اللي هي التزنين والتزوير. طبعا يا كابتن اسامه زي ما حضرتك عارف ان التزنين والتزوير بيقضي على اجيال كتير جدا، يعني ممكن تلاقي لاعب مميز جدا ما بياخدش حقه لان لاعب جسمانيا اقوى هو اللي بياخد حقه. اتمنى برضه يا استاذ محمود بضم صوتي لصوتك ان ده موضوع مهم جدا، وبنحافظ على المواهب بتاعتنا، وزاره الشباب والرياضه كمان يعني ممكن يكون ليها دور برضه من خلال المراكز الطبيه برضه انها ازاي تساعد الانديه، خاصه برضه في انديه ممكن يعني الفلوس تبقى ارقام كبيره، فالنهارده برضه دور وزاره الشباب والرياضه. ودي تكلفه كبيره، وده برضو لو حضرتك لو احنا جينا نبص على مسابقات 2007 و2008 هتلاقي في اكتر من نادي لم يشارك. طبعا 2007 و2008 هم اللي هيعملوا الاشعه، برضو نبص لهذا الموضوع. وفي برضو حاجه في جزئيه اليه التنفيذ. دلوقتي لو لا قدر الله لو لاعب مثلا مظلوم، يعني لاعب مثلا تم عمل الاشعه والاشعه مثلا بينت اللاعب ده مثلا سنه اكبر، سنه غير حقيقي، ورقه سليم، ايه اللي هيتم بقى؟ ورقه سليم، وممكن اصلا يكون هو سليم اصلا، يعني ممكن مثلا يعني ده وارد، اكيد حالات هتظهر بالشكل ده. المفروض بقى هل اليه التظلم ايه؟ هل التظلم هيكون في نفس المركز ولا في مركز اخر؟ سريه المعلومات، يعني دلوقتي مثلا فريق اي فريق راح عمل اشعه مثلا قالوا
خمس ست لاعبين مدورين. انا افضل ان يكون في صدير المعلومات حتى لحد ما تظهر او نتاكد من تلك الفحوصات. نتمنى يعني ان شاء الله. الملف ده مهم جدا وبنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود درويش الصحفي بموقع فيتو، معلومات مهمه. وبطالب برضو او بناشد وزاره الشباب والرياضه، زي ما شفنا الكشف الطبي على الحكام بعد تدخل وزاره الشباب والرياضه، ان يكون في كشف طبي يليق بالحكام بتوعنا. اتمنى برضو مواليد 2007 و2008 ان ده موضوع مهم جدا، بنقدر نقضي على موضوع التزوير والتسنين ونحافظ على مواهبنا.